أشرفت العطلة الصيفية على الانتهاء، وقد بدأ الطلاب بتحضير حاجاتهم الضرورية لبدء السنة الدراسية الجديدة، والجميع مشتاقون إلى افتتاح المدرسة الجديدة في مدينتنا. يا أطفال، يا أحباب، اشربوا الحليب للصحة والقوة. اسألوا الطبيب على كل المدارس الأخرى، وسيكون فيها مسبح وغرفة حواسيب حديثة. وأنا أريد الذهاب إلى المدرسة. وسنتحدث إلى المدير ونسأله عن كل. أريد الذهاب إلى المدرسة. سنرتب حفل الافتتاح عند الساعة السابعة. يا سلام، غدا لدي مدرسة. أريد مقعدا جميلا. صباح الخير يا أستاذ الدب. يا سلام، تمام التمام يا عيني. طيب طيب. والآن أنا مستعدة للدرس يا أستاذ. طيب، حلو، جيد، طيب، نعم. وواحد آخر هنا، رائع، ممتاز. وواحدة هنا، واحد 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 ناقص خمسة نقطة نقطة يساوي الناتج دب. الناتج دب صغير. مشكلة يا دوب. ثلاثة صحيح. Masha is good. Masha.
تحب أمها وأباها. ماشا هادئة دائما. ماشا فتاة مهذبة. درس الدب ماشا. تحب ماشا الحيوانات كثيرا. والآن استراحة. مطرقة. عرفت مطرقة. سيداتي مساء الخير ومرحبا بكن في حلقة جديدة من برنامجنا. سنتحدث اليوم عن طرائق تخفيف التجاعيد بالبشرة. التجاعيد؟ اكتشف العلماء أن المستحضرات التي تحوي خلاصة الفواكه تساعد على التخلص من التجاعيد التي تحيط بالعين. لذا ننصحك سيدتي باستخدام هذه المستحضرات، ولا تنسي قناع العسل لشد البشرة، كما أن شرب كوب من الكاكاو الساخن ينشط الدورة الدموية في أوردة الوجه. تجنب التفكير فيما يوترك وخصصي وقتاً للاسترخاء. وفي إمكانك تنشق الهواء وممارسة التمرينات الرياضية كاللعب بالكرة، فالرياضة ستفتح مسامات البشرة. ولا تنسي تمرينات التنفس. خذي نفساً عميقاً ومدي يديك، ثم أخرجي النفس ببطء شديد. ولكن تذكري هذه الحلول ليست جذرية، وأن عليك أن تتقبلي التجاعيد. الحل عني؟ قد يزيد الإجهاد والتوتر من ظهور التجاعيد، لذا عليك سيدتي الابتعاد عن كل ما يزعجك ويسبب لك الإجهاد. هات 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 يي؟ ها؟ أذهب إلى الغابة؟ وإن ظهر ذئب؟ أجرب. تمام التمام. هيا أسري. بسيطة، سأشكوك إلى الدم.
فطرد اللاعب كان قرارا مجحفا اتخذه الحكم. دخل اللاعبون الملعب الآن. والآن سأهاتف الدور. اقترب الشوط الإضافي من لحظاتي الأخيرة. سأهاتف الدور. يحاول هداف منتخبنا إحراز هدف في آخر لحظة. والآن سأهاتف الدور. يتخطى الهدف دفاع الخصم. سأدبدب الهاتف. ولم يبقى أمام هدفنا سوى حارس المرمى. والآن أرى. طيب أنا سأعالجك. تعال ودع الأمر للطبيبة ماشا. ما رأيك؟ أولا سأفحصك كي أعطيك الدواء. حسنا. أوه، فمك كبير، لكنني لا أسمع دقات قلبك. ترى ماذا سأعطيك يا دبدوبي؟ العلاج الذي يناسبك، الراحة والنوم. هيا افعل ما قلته لك. تمدد. دواءك هو الشاي والمربى. يجب أن يكون الدواء حلواً ولذيذاً. تغادر الفراش.
شخص مريض اليوم ومريض كل يوم. لا بأس لا بأس، سأفحصك مرة أخرى. تلعبانيها؟ والآن ماذا عليك أن تفعل لكي تفوز؟ أعجبتني هذه الأحجار الجميلة، أحببتها، ولا سيما ذلك الحصان. أقود حصاني درجن درجن درجن. Thank you.
أولاً. انطلق بسرعة يا حصاني. يبدو أنني نهست كثيرا. ماذا؟ نلعب ثانية؟ درجن درجن درجن. حسناً، لا تلعبا بهذه اللعبة بعد الآن. يا دب، لا أعرف أين هي.
جميلة. يا سلام، هذه الصورة تمام التمام. والآن أين علي أن أعلقها؟ رائع. يا إلهي، نسيت أن أصور الدب. يا دب، قلبي يطيخ. ياي، سأذهب وأصور أشياء أجمل من هذه. الأرنب، قلبي يطيخ. ألا تريد أن ترى صورتك؟ يا أمي، فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ما شاء الدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول فعله.